ناتالي بويري صاحبة شركة ووتر سنتر موجودة معنا لتعرفنا أكثر على الشركة وكل الأشياء اللي بتقدمها واللي الهيئة فيها كثير من الكونفور. بونجور ناتالي. بونجور كاتا. مش الحال؟ تري بيان. خبينا شوي عن ووتر سنتر. ووتر سنتر هي سيستر كومباني لشركة ووتر ماستر، بتعرفوها معظمهم بتعرفوها من 35 سنة. هي اختصاصها بمعالجة المياه ومعالجة تكرير المي وكل شيء له علاقة بالمسابح والنوافير. حقيقة انطلقت شركة فكرة ووتر سنتر من اتصالات الزبونات للووتر ماستر، انه كانت تتصل فينا صاحبة البيت اما صاحب البيت انه اوكي نحن قعدنا اخذنا بيسين، بس كيف نحن فينا نحمي اولادنا من ما يوقعوا من البيسين؟ كيف فينا نحن نعمل هلا عندكم ألا، هل عندكم سيفتي بول كفر، هل عندكم بارير تمنعوا الاولاد يقربوا على هالمنطقه، فينا نستعمل نحن مثلا برودوي خفيف استعمال الكلور، عندكم شيء اكسسوار لجنينه حوالي المسبح. فكل هالافكار هيدي هي خلتنا يعني نستدرك ونشوف انه في حاجه لهالشيء، ومن هون انطلقت شركه ووتر سنتر من تموز الماضي. فاذا شو بتقدموا؟ فنحن بنقدم كل شيء له علاقه اكثر من هيك كمان. مزبوط. يعني هيدي الاسئله عملت لكم باز بس بعدين تطورت. نحن حقيقه الكونسبت وحيد بلبنان وبالميدل ايست، لانه نحن الوحيدين بنقدم كل شيء فروم اي تو زي، كل شيء له علاقه بالاوتدور اريا. مما في يعني بيجي زبون لعنا خاصه اللاندسكيبرز اما الاركيتكتس اما حتى هو المستهلك الديركت بيجي لعنا وبيقدر ياخذ كل شيء للجنينه عنده، من الاوتدور يعني من الارتفيشال جراس للدكينج للسولار شاورز للباربيكيو للجاكوزي سراوندينج حواليا. يعني انا بقدر اذا بتعطيني مثلا مساحه 50 متر بقدر احول لك اياها من جنينه فاضيه ما فيها شيء ل فيري نايس ريكريشنال اريا. هلا هون عم نشوف الشو روم عندنا ببنية ووتر ماستر. كل الاكسسوارز الموجوده يعني يمكن اشياء واحد ما بتكون خاطره على باله انه هو بيعوزها او انه هو 100%. نحن حاسس بغيابها لانه ما بيعرفها. ما هي هي، والحلو انه نحن من يعني كل شيء بتيجي لعنا على الووتر على الووتر سنتر بتيك تنقي كل شيء من محل واحد. اول شيء بتوفري على الزبون انه يكونوا عم بيبروا من نفس المحل، وثاني شيء بالتنسيق بالاغراض. يعني لما يكون عم يشتري جاكوزي من ميل والبلاط من ميل الارتفيشال جراس من ميل، كل شيء موجود عندنا بيدرس فيه عملية تنسيق ويطلع شيء بذوق حلو من عندنا. هون عم نشوف الافتتاح او هون الافتتاح تبع السنه الماضيه. مزبوط، نحن اجوا لعنا كل هدول شركائنا من برا، اجوا معنا لانه نحن عندنا وكالات عديده من اوروبا من المانيا من فرنسا من امريكا، فكلهم اجوا يساعدونا يعني ويدعمونا بالووتر سنتر. ناتالي الوحيدين بلبنان اللي عندهم كل هالفاسيلتيز بنفس المكان؟ بنفس المكان 100%، لانه نحن هذا الكونسبت مشان هيك هو يونيك يعني اللي عاملينه بلبنان. بيجي لعنا الاركيتكت اما اللاندسكيبر بيقدر يقعد نحن وياه ونخطط نحن وياه للزبون افضل طريقه وانسب طريقه كرمال اللي عنده كان اوت دور اما اندور. طيب لما بنقول ويلنس شو يعني؟ ليش ويلنس اكسبرت انتم؟ حقيقة مزبوط، نحن الويلنس شغلة ضرورية وحاجة لكل إنسان. يعني نحن بلبنان عم نعيش حياة كتير هكتك، كتير فيها ضغوطات، العالم كان الست أما الرجال كل نهار عم يشتغلوا برا، كل نهار أندر ستريس عندهم غير معنويا يعني. ما هي خصوصا بلبنان، لأنه مشان هيك عم بقول هلا برا استدركوا الوضع قبلنا وعملوا اللازم. هو هلا ما في كمية أفكار بتمرق براسهم قد ما هي ما هي طبعا. فهي الفكرة الويلنس لي ضروري لكل إنسان. يعني هلا الحياة هيدي اللي عم بيعيشها الواحد، يمكن مش كل العالم عم تقدر توفر نص ساعة أما ساعة من وقته ليخبط يخلص شغله يروح على الجيم أما يروح على سبا. فنحن هون بيجي دور ووتر سنتر. إذا أنتم ما تكون قادرين تروحوا نحن بنأمل لكم السبا والويلنس اللي عندكم على البيت، بما في إنه نحن فينا إن كان بعد نص يرجع من الشغل الإنسان بكون فريمون أندر ستريس، الفكرة يطلع هل الستريس وهالتوكسينز من الجسم، كان استعمل مثلا الجاكوزي أما استعمل السونا أما استعمل الستيم باث أما استعمل السبا بايك
هي كمان وكاله فرنسويه جديده جايبينها نحن على لبنان. فكل هالطرق هيدي بتساعد الانسان يعمل هالبريفنتيف مينتننس ويطلع ستريس من الجسم، لانه كلنا بنعرف انه ستريس هو اساس كل مرض. ف يعني لازم الواحد يستبق الامور ويعمل بريفنشن قبل ما يصير تو ليت. وين موقع الشوروم؟ نحن شوروم ب يعني ببنايه ووتر ماستر، هونيك الهيد كوارتر تبعنا. حيا لشخص بيقدر يجي اذا مثلا بده يعمر بسين بيطلع على الووتر ماستر، اذا بده يخدها خالصه بينزل على الووتر سنتر. موجودين على اشرفيه السيوفي، حشد جنينه السيوفي. ونحن هلا حاليا عم نفتت، يعني عم نضلنا على 6:30 بالليل. يعني حيلا شخص بعد شغله اذا بتحب ونص بعد الظهر، بعد الظهر اذا بوحب بالصيفيه بصير اسمه بعد الظهر عفيك فبيقدر يقطع هو والمدام اتسترا بعد الدوام الشغل. يعني نحن بعدنا بنكون موجودين. يعني هي كلمة ووتر سنتر رح تعطينا هيك شعور بالراحة، بحس انه كأنه لا ولا من فوق انه بلكي لازم نعطي شوية وقت لحالنا. مزبوط 100% كيف يكون ووتر سنتر هيدي الفكرة. طبعا يعني فهمنا انه الأسئلة الناس وصلتكم لووتر سنتر، هلا في أسئلة عم توصلكم لشيء ثاني كمان في مشاريع ثانية؟ أكيد في كثير. نحن كثير وي ار انتو كل شيء له علاقة بالجرين وبالسولر. فنحن عندنا كثير عندنا يعني سكشن خاصة اسمها Health Safety and Environment. نحن منوفر يعني مثلا عنده مسبح شوية بالجبل شوفي بتكلف كتير اذا بده يستعمل مثلا المازوت لسخنه. نحن عنا شيء اسمه Solar Cover، هيدي بتساعده كتير ليحافظ على الحرارة وتسخنه المي لحديد 8 درجات زيادة. فكل هالأكسسوارات هيدي مثلا بلبنان يعني الشمس قوية وموجودة على مزبوط الواحد يستفيد منها. ما ها هي واكيد المازوت سعره يعني. هي فالواحد اذا بيغطيها بال يعني بتعتبري مثلا بيطلعوا بالويك اند اما شيء بتعلى يعني بلاقي اوقات يمكن حتى ما يستعمل اذا كان جاكوزي اما شيء ما يضطر يستعمل الهيتر اما الهيت اكسشينجر اللي بتسخر على المازوت. فنحن عندنا كل هال الجرين ثينجز وهالسولر ايتمز. عندي سولر شاورز كمان مجرد واحد يحطه برا على بالجنينه شكله كثير حلو لانه التليين عاملينه كل الالوان موجودين. كمان ما بتوفر على حالك انه مثلا تمدي مي سخنه مي مسقعه، مجرد ما واحد يوصل على المي مسقعه بصير عنده مي سخنه كل الوقت بجنينه. ناتالي بويري صاحبه شركه ووتر سنتر، اهلا وسهلا فيك. ثانك يو سو ماتش. مشاهدينا واقفه ومنتبهه لايف.